أهلا وسهلا فيكم جميعا، أتمنى تكونوا بخير وأفضل حال يا رب. إذا أول مرة تشوفون قناتي، معكم زهراء الشهري. قناتي مرة حلوة تجنن فيها أشياء كثيرة منوعة، جولات، طلعات، روحات، تجارب، تغطية مطاعم، أشياء كثيرة راح تعجبكم. إذا أنتم جداد اشتركوا، فعلوا جرس التنبيهات، ولكل المشتركين القدامى معايا مرة شكرا لكم ولدعمكم. شوفوا الفيديو اليوم مرة راح يكون جميل للي يحبون المشتريات من الأماكن أو المحلات الكورية أو اليابانية. راح أروح مينيسو، من زمان ما رحته، آخر مرة رحته في رمضان، وأنا ما أحب أتأخر على مينيسو، أروح له مرة في الأسبوع، مرة كل أسبوعين، حتى لو أتفرج ما أخذ شيء. فإنه آخر مرة رحته في رمضان مرة كثير، فالحين راح أروح إن شاء الله. إذا قدرت أصور لكم جولة وكاتبة لستة أغراض أبيها فراح أشتريها إن شاء الله. من ضمن الأشياء اللي أبيها ألوان خشبية، الألوان الخشبية عندهم جودتها تجنن، وأشياء كذا خفيفة. بس قبل كل شيء، اليوم ما شربت كراميل مكياتو، فمفروض الحين أشربه، وما راح أطلبه من ستاربكس، ولا إذا طلعت راح أشتري، راح أسويه هنا، بسويه معكم إن شاء الله، بوريكم طريقتي كيف أسويه في البيت. كثير بنات إذا مثلا صورته في سناب أو إنستغرام يكتبوا لي إنه بالطريقة، مع إني قبل كذا صورته بس اتس اوكي بصوره مره ثانيه. وراح استخدم الكوب هذا من ستاربكس، انتم تقدرون تستخدمون اي كوب ثاني، انا بس ابي استخدمه عشان كذا افهمكم، احسسكم انكم قاعد تشوفون قهوه في ستاربكس. هذه ما نبيها، هذه بالعاده هذا السكر اللي انا استخدمه، قرفه مطحونه صراحه بديل عن السكر الابيض. لاتيه، كابتشينو، الحين بس كراميل مكياتو ما احطها لان الكراميل يحلي خلاص. غير كذا هذه بتعتبر محلي، ما يفرق عن السكر، بالعكس يكون نكهته أحلى من السكر. اشتروا أي، طبعا هذه مو من آي هيرب، لا، اللي من آي هيرب للأمانة كبيتها ما عجبتني، حسيتها مخلوطة بأشياء ثانية، طعمت فيها ما أدري نكهة كذا غريبة، مش قرفة، حتى كان فيها نقط كذا أبيض ما أدري إيش هي. المهم حسيت إنها فيها عشبة ثانية، ما راح أستخدمها، راح أرجعها في الدولاب. راح تحتاجون المكون الثاني بعد الكوب، طبعا ما أدري هو الأساسي، كراميل. تخيلوا إن هذا أخذته ب7.5 ريال من مدينة الحلويات، كان 15 بس سووا عليه خصم، والشركة هذه ترى مرة معروفة وتاريخه حلو. تمام، أول شيء إيش راح نحتاج؟ خلنا نجيب حليب. حليب بعد هنا من ميزاتكم تحطون لكم حليب طويل الأجل في الدولاب عشان ما تروحون تجون تسوون قهوتكم بسرعة. طيب خلاص، أول شيء راح أحط الحليب هنا وأسخنه. خلوني أجاوب لكم على سؤال كثير يجيني عن الماكينة، كثير بنات يسألوني عن الماكينة، زهرة من وين ماكينتك؟ صافي لنا عنها، حلوة، سوينا ريفيو، كيف تستخدمينها؟ تنصحينا نشتريها ولا لا؟ أسئلة كثيرة تجي على الماكينة هذه، بس أبي أقول لكم إنها ماكينة جدا حلوة تجنن، بس ماكينة شخصية، يعني لا تتوقعوا إنكم بتجيبونها للبيت كله. تمام، فهذه احط انا في غرفتي، واحده هنا وواحده في المكتب حقي في الدوام. يعني انا اشتري العشر حبات يكونوا مثلا حدوث 32 ريال، اوكي تحصلونها تمام، يعني الكبسوله تطلع لكم 3 ريال. انا مره قلت زي كذا، كثير كتبوا لي انه مره غاليه مره غاليه، اوكي في شركات نوعيتها ارخص، يعني العشره ممكن تاخذونها ب 12 ريال 16 ريال. تمام، بس فيها عيب انه ممكن تخرب لكم الماكينه، انا جربتها حتى قهوتها حلوة لذيذة ما في فرق. بس هذا وينه؟ هنا المكان هذا يا بنات مرة قاسي، الماكينة تكبس يعني كذا مرة، ما تتفقع بسرعة من هنا، فهالشي راح يضر ماكينتكم، فانتبهوا. بس كذا الحليب صار جاهز، فأقول لكم هي ماكينة شخصية، لأنه أصلاً بعد سخانها، غير أنه الكبسلات شوية غالية، سخانها جداً سيء، صغير ما يأخذ كمية كبيرة. نرجع القهوة. معلومة أخيرة على السريع، إذا جيتوا تشترون الماكينة هذه لا تشترونها من الوكيل، أنا اشتريتها من الوكيل وندمت. الوكيل يعطيكم سعرها الأصلي غالي، فيطلع غالي. تلاقونها بعدين وين تلاقونها؟ رخيصة وعليها عرض، تلاقونها في ساكو، تلاقونها في حتى الدانوب، وين بعد شفتها؟ شفتها في أكثر من مكان، أبي أتذكر شفتها في أماكن مرة رخيصة، إيدي، عرفتوا الأماكن هذه؟ تلاقونها مرة رخيصة، صدمت. يلا نرجع لقهوتنا، ناخذ الكوب ونحط فيه شوية. شوفوا المفروض ما أسوي الحركة لو في سيرب، لو في سيرب هذا أسويها في البارد الحركة ذي، بس أنا ما عندي سيرب، راح أكتفي بهذا. شو شكله كذا؟ كيف بدنا تحطون
فانيليا، فانيليا كثرت الفانيليا لان النوعيه هذه شوفوا هذه ما تنكه، ما تنكه كثير، حطيت رشه ما تبان. اموت في العلالي، العلالي مره حلوه موجوده بس للاسف انها تحت ما بينزل. خلاص حطينا ذي، بحط الحين الحليب، القهوه اللي افضلها واحبها من شركه ستاربكس نفسها يا اما فيرونا او كولومبيا، راح استخدم كولومبيا، كولومبيا بعد تجينا مره حلوه. شايفين شكل القهوه كيف تجنن، مره حلوه وطعمها ترى يجنن. لو حبيتوا خل اعدلكم الزوم، قربتكم عشان تشوفون حلو، لو حابين تخلون كذا تشربونها يا الله جمال، مره تطلع جميله. بس خلاص راح احطها فوق، بسم الله القهوه اللي سويتها. يلا بس نعطيها كذا، يا الله شايفين، اكيد تشوفون قهوتي اذا اشتريتها وصورتها كيف تشبه كذا، مره تشبه كذا. كراميل مكياتو مجانا، مو مجانا يعني انا اشتريت الاغراض بس يعتبر ببلاش وفي البيت وانا مرتاحه من غير ما اطلب، من غير ما اروح واجي، يا على جماله. وبس والله اروق على قهوتي، شوفوا ما راح اغطيها، ما راح اغطيها، هو المفروض انكم تغطونها بس لا انا ما احب. قلت لكم لي قصه حزينه انه كنت مرة كذا مغطية أول مرة يعني، بس نفسي كبيرة ومعزومة على كوفي ودنيا وكان مسكر وتوقع كان موكا، يا الله سلخ لساني، خلاص مستحيل أشرب بغطا مسكر. يلا أروق وأطلعكم الميسو، ناخذ أشياء تجنن وحلوة وأرجع أوريكم إياها. هلو بنات، توني وصلت البيت وجبت اغراضي، اقسم بالله الاغراض تجنن تجنن. وش اقول لكم، في اشياء بعد كنت ابيها، في اشياء نسيتها مع اني كتبتها. انا زي الاطفال اذا دخلت مينيسو، دخلت بخمسة، دخلت مدينه الحلويات، تجيني شعور كذا انه بعض الاحيان خلاص يلا يلا هذا مش مهم، اشوف الاشياء اللي ابيها بسرعه بسرعه اخذها. المحل يجنن، يجيب كذا حاله من السعاده. واغراضي بعد اشتريتها مره تجنن، خليني اوريكم اياها. اول شيء، اول شيء هو الشيء اللي اكثر شيء صراحه رحت اشتري، الالوان الخشبيه هذه مره كنت ابيها. سعرها 22 ريال، فيها كم لون؟ يمكن 24، اظن 24 لون، لا 36. شوفوها هنا، اشوف شكلها ولا خلوا بعدين اذا جيت الون. اذا خلصت اشيائي بوريكم دفتر التلوين واقول لكم من وين جبته واقول لكم ايش فوائده، ولازم كل احد يصير عنده نفس دفتر التلوين. فمبدئيا هذه 36 لون، 22 ريال. القطعه الثانيه اللي اخذتها هذه سعرها 29 ريال، حامل للجوال تحطونه في السياره تمام، او تقدروا تحطونه على التسريحه على اي مكان تبون تستخدمونه. اخذوه من اماكن مختلفه بس اول مره اخذه من مينيسو، ممكن اخذ ستاند بس شيء للسياره كنت اخذه من محل شفته، مش محل السيارات لا، محل اللي يكون يبيع جوالات ويبيع ستاندات للكاميرا وحامل للجوال، عرفتوا الاشياء المختصه هذه كامله. وصراحه كنت اخذهم بسعر غاليه،
120 استغربت انه 29 ريال. عجبني فيه انه بالهواء بالضغط. خلي افتح لكم كذا. طبعا انا بجربه، اذا اوكي خليته، اذا مو اوكي برجعه، لاني قلت لها انه ما بي اخذه وما يتلزق في، ما يثبت في الجلد، لانه مره اشتريت زي كذا وما ثبت. تمام. هي هن حاطينه على الطاوله ومثبتينه وما يتحرك، بس هم حاطينه على خشب. ترى الاسطح تختلف من خشب، ممكن انه الربل هذا يلصق على خشب بس ما يلصق لي على جلد السياره. قطعتين، هذه القطعه الاولى شوفوها تراها فيها جل، لا فيها زي الصمغ، انا ما اكتبي فيها زي الصمغ، اكره اللي فيها زي الصمغ. في نوعيه تجي بضغط هواء، عرفتوها اللي كنت تقفلونها، توقعتها زيها، شعور زي الربل بس كأنه غارة في نفس الوقت، أكره النوعية. بس تطلع عليها الشمس الصمغ يسيح ويصير شكله مش حلو كذا، يعني يطلع من الحواف كذا تركب. عاد ما بيحوس فيها الحين، بركبها إذا خلصت. شوش أخذت الألوان هذه، إيش يبيلها بسرعة، إيش يبيلها اكتبوا لي تحت، إيش يبيلها؟ يلا 1 2 3 4 بسرعة بسرعة بسرعة، إيش يبيلها؟ إيش براية؟ صح، أقسم بالله أنكم دواهي مثلي. شوفوا في بعض الأحيان أشتري مثلا ألوان أو أشتري قلم خشب الرصاصية تكون خشب، فهمتوا؟ وأروح البيت أكتشف إني ما عندي براية ولا جبت براية، مرة أنقهر من نفسي. بس إذا جبت قطعة ومكملة لها قطعة أحس إني مرة ذكية. أو مثلا شريت أكواب وما جبت لهم كوستر لايق، أحس إني أنقهر من نفسي. وإذا شريتهم في نفس الوقت أحس إنه صح عليك يا زهرة. أو خلوا هذول أفتحهم بعد شوية إذا جينا نلون. واخذت لي قلم مره احبها. اوكي انه في الوان كثيره، في الوان يمكن ما استخدمها، بس ابي مثلا الازرق، البنفسجي، مره احب البنفسجي اليومين هذه. تمام. واخذت معاهم اذا قلم يعني لازم نوتات. شوفوا النوتات هذه تجنن. خلي اقول لكم معلومه، احب شخصيه البطريق. اي شيء بتشوفوني في شخصيه كرتونيه غالبا بميل للبطريق. شو هذا بطريق وهذا بطريق، هذول للاسف الاقلام ما لقيت فيها. مره احب شخصيه البطريق، تدرون ليش؟ وانا في اولى ابتدائي اهلي شروا لي كل شيء، كل مستلزمات دراسه كان الثيم حقها بطريق، شنطتي كانت بطريق، دفاتري، الاشكال برا، كل شيء كان بطريق، فهمتوا؟ فما انسى شلون اولى ابتدائي وكنت مره صغيره، كيف ما انسى؟ ما ادري. شنطتي ثاني ابتدائي ما اذكرها، ثالث ما اذكرها، بس اشياء اولى ابتدائي اكيد اذكرها لانها كلها كانت كذا. بس ما كانت الوان، كان هذا اسود ساده وهذا ابيض، والانفه كان اصفر، وهذه الجيوب الجانبيه كانت يدينه، مستحيل انساها. الرجلين كانت موجوده بس ما لها شيء، بس انه هذه كانت هي الجنوب، الجنوب اليدين هي كانت الجيوب الجانبية. شوفوا ربي شو الجمال، شايفين؟ يما 5، كنت أحسبهم 4. مرة يجننون، مرة يجننون. أنا نص وقتي تلاقوني أشتغل في دوامي، أشتغل في القناة، أشتغل أشياء تخص أهلي، حوالين أهلي، مع عائلتي. النص الثاني تلاقوني أخطط، كثير أحب أخطط. إذا سويت شيء وما ضبط اعرفوا انه بقضي نص وقتي الثاني بجلس اخطط. انا مش من الناس اللي اذا جاتني فكره اقوم انجز اسويها، لا، اجلس قبلها اخطط، اكتب كل خطواتها، افكر اكثر، فهمتوا؟ بس ما افكر في مخي، افكر في الورق. فاحتاج هذول عشان احطه. طيب وين افكر؟ افكر في النوت الكبيره اللي عندي، البلانر حقي، في الاشياء الخاصه. اجي اطلع اكتب الاشياء الاساسيه اللي هنا عشان ما انسى. شو شكله من داخل؟ جنن يجنن يجنن. هذا مخطط، شايفين اللي من شوية كان زي المربعات، هذا مربعات. واو مرة حلو، مرة حلو. تدرون شو يصلح؟ في لعبة كنا نلعبها أول زي كذا، خل أقولكم إياها. اللعبة هذه كانت كيف؟ مثلا أنا بالقلم الأزرق أسوي كذا. لا لا لا، خل أشرحها لكم وأنا ألون، لأني حماسة لكم أغراضي. تمام. هذا بعد مخطط، هذا مخطط من داخل، هذا سادة، هذا مرة حلو. هذا ممكن لما أجي أخطط بس بالرسم، مش دائما أخطط بالكتابة، بعض الأحيان أجي أرسم. تمام. وهذا بعد سادة.
تخيلوا انه هالثلاثة هذا كله كم سعره؟ انا ما اذكر، ايوه 10 ريال، يعني الواحد بريالين. يجننون مرة، يجننون صراحة. من القطع اللي انصحكم راح اشتروها. ايش اخذت بعد؟ اخذت القطعة هذه للسرير، بس ابيها لايش؟ تعرفون زهرة لازم تجلس، بسكوت شوكليت، فهمتوا القراقيش هذه اللي تحلي السهرة. فأحسني بستخدمها لبقايا، لو في شوية شيبس مثلا، جالسة سهرانة بس حسيت شوية تفتت، بسرعة بسرعة بجربها وكذا أحسها حلوة. طب شوفوا القطعة هذه كيف تجنن، مرة حلوة. ما تدرون الأزمة اللي أنا فيها، ما عندي وقت إني أروح الصالون، شلون ما أدري. أحس إن نهاية السنة تكون بالذات في شغلي يكون كل شيء يتجمع، كل شيء يتجمع، ما عاد يمدين. يعني في أشياء كثيرة أبي أخلصها قبل نهاية السنة، أهداف كثيرة أبي أشد على نفسي وأخلصها. فما قاعدة والله العظيم ما أكذب عليكم إنه ماني قادرة ألقى وقت أروح الصالون أسوي أظافري. وأنا عدة الأظافر هذه غالبا ما أحب أجيبها، لأنه أنا ما أعرف أسوي أظافري. إذا سويت أظافري ألعب فيهم لعب، يصير الأظافر شكلها قبل أحلى. بس هذه حسيت إنه لا يا بنت، لا جربي، يعني لو اضطريتي ترتبين أظافرك شوية. شوفوهم كم قطعة، هذه ب18 ريال، مقص أظافر اليدين، مقص أظافر هذا للأقدام، مبرد زي الكرتوني كذا، هذا حديد. بشوف لي كذا فيديوهات في اليوتيوب أحاول أتعلم أسوي أظافر. طب ليش يو؟ شوفوا ما تتسكر. طب وش الفائدة منها شنطة؟ خل أطلع الكبير، ما تتسكر. تتسكر يوم طلعت شو اسمه مقص الكبير. ميكي ماوس صراحة شخصية ما أحبها، ما أحبها حتى أفلام كرتونها وأنا صغيرة ما كانت تعجبني، تحس إنه مستفز شكله، ما أحبه. بس اللي حبيته الألوان، شايفين اللون هنا الطبعات الرمادي والأبيض، صار مرة يجنن. بس والله هذه مشترياتي، للأسف ما قدرت أصور لكم، مرة كان زحمة يا بنات، مرة زحمة. الحين خلونا نروح على طاولة اللي أحب أخطط عليها وأوريكم دفتر التلوين وأوريكم شوية أشياء هنا. الله خلي أوريكم أغراضي اللي شريتها نستخدمها مع بعض. شوفوا هذا الكتاب التلوين اللي شريته من جرير. متى شريته؟ يمكن قبل 3 سنوات، 3 سنوات ونص كذا. الكتب حقت هذا ما أدري كم سعره ما أدري. المهم إنه الكتب هذه حتى لو شفتيها في نوعيات تكون 150 200 90 80، هذا والله ما أذكر هل هو 190 ولا 90 هل هو 180، ما أذكر. إنه الكتب اللي زي كذا إذا شفتيها وشفتي الرسمات اللي من داخل لازم تشوفي الرسمات إنه تناسبك ولا لا، لأنه مش كلها زي بعض. هذا الكتاب يكون في الوعي التام، التلوين الباعث على الشعور بالسلام والهدوء. في بعضها تكون للقلق، في بعضها تختلف الكتب التلوين، تمام؟ شوفي انت الرسمات اللي داخل تناسبك ولا لا، هذا اول شيء. ثاني شيء حتى لو شفتي سعره غالي لا تقولين غالي دفترك في الاخير هو دفتر تلوين اروح اخذه من ب5 واخذه من ب2 ريال، لا. في اشياء ما ينفع ترخصين فيها لانه اول شيء كميته كبيره. شو بقول لكم، عندي 3 سنوات. ثاني شيء الرسمه الواحده، شوفوا مثلا اللي لونته، مثلا هذه لونتها تمام، هذه لونتها، في بعض صفحات ورا كثير لونتها، لونت يمكن ربعه تمام. ترى الصفحة الواحدة هذه مثلا عشان ألونها ممكن أخذ 3 أيام، ممكن أخذ أسبوع، هذه ممكن أخلصها في 3 أيام، هذه ممكن لا أكثر، لأنه ترى فيها تفاصيل صغيرة، هذه ممكن أخذ فيها أسبوع، فهمتوا؟ يعني بيطول معاكي. مو الحين عندي 3 سنوات وفي 3/4 فاضي بيكمل معايا فترة طويلة. إيش فايدته؟ بيجيب لك استرخاء فظيع، بيخليك تفصلين عن الدنيا. أول شيء يجيبي الكتاب هذا، أنا أكثر شيء أسويه في روتين المسائي قبل النوم أو في يوم الإجازة، جيبي كتاب التلوين وجيبي ألوانك. أنا آخر مرة تدرون لونت متى؟ شهر 8، رمضان نهائي ما لونت، شهر 10 ما لونت، لأنه ألواني كانت نصها يعني كذا صغيرة صغيرة مرة، بعدين رميتهم وما عاد شريت. كل ما أجي ألون ألقى إنه ما عندي ألوان. جيبي دفترك التلوين وأقلامك، شغلي لك أي شيء تحبين تسمعينه، أي شيء أي شيء، أصوات الطبيعة، قرآن، أي شيء تحبين تسمعينه، أي شيء إذا سمعتي تحسين بالاسترخاء. وسوي لك قهوة، سوي لك شاهي أعشاب، سوي لك أي شيء وجلسي لوني. طيب مش لازم تكملين الصفحة كاملة، أول ما بتخلصين من ذا بتحسين نفسك يا الله كأنك
جاية من سبا، كأنك جاية من منتجع، كأنك كنتي في البحر. شفتوا شعوركم قاعدين في البحر وأخذتوا نفس عميق كذا؟ تدرون ليش؟ لأنه الحين أنت جيتي مثلا، جيت أنا ألون هالتلوين هذا، الرسمة مرة صغيرة، فبجلس أركز أني ما أطلع من الحواف، ما أطلع من الحدود زي كذا، تمام؟ فأنت كذا راح توقفين كل الأفكار في رأسك، كأنك بتطفي مخك ما يفكر، بس تلونين نفس عميق وتلونين، تشربي مشروبك، تهدين. يفضل أنك تكوني ماخذة شاور قبلها. تعالوا شوفوا الاسترخاء بعد ما تخلصون. وبس والله أحب بجلس ألون، مرة فيني حماس أني ألون كذا، أبي أسترخي، بس ممكن أخذ شاور قبلها وأسوي لي شاهي أعشاب. خلوني الحين بس أقولكم على اللعبة اللي كنا نلعبها وأحمسكم تلعبونها. كنا حنا نأخذ الدفتر وننقط كامل، تمام؟ أجينا بالأزرق أسوي كذا، أوصل ثنتين. الغرض أنكم تسووا مربع، تجي مثلا أختي أو صديقتي وتسوي كذا باللون الأحمر على مربع ثاني. أجي أنا مثلا نحاسة ما أبي أسوي لها وتكمل، أجي هنا، بعدين هي نحاسة ما تبي تجي هنا وتسوي لي، تسوي مثلا هنا، فجأة تلاقون هذا كله صار مربعات، تمام؟ فأنا مثلا بضطر أجي أسوي هنا، هي خلاص استوى لها مربع، تقفله وتحط حرفها، مثلا اسمها زهرة تحط حرف الزين، عرفتوا شو شكلها؟ ترى اللعبة مرة تحمس، وهذه كنا نلعبها في المدرسة أكثر شيء، وفي الإجازات في البيت. وبس والله هذا يومي الجميل اللطيف، حاولت أشاركه معكم، سويت معكم قهوة لذيذة، كرم المكياتو اللي أحبه، ونفس الشيء رحت جبت مشتريات حلوة وردتكم إياها، وشاركت معكم دفتر التلوين هذا من جرير، أنصحكم خذوه، مرة رح يجيبكم استرخاء. لا تقولين أنا أدرس عندي ضغوطات، أنا أشتغل عندي ضغوطات، هذه الأشياء انخلقت لأوقات الضغوطات. أنت تذاكرين مثلا 6 ساعات 10 ساعات، كل ساعتين 3 ساعات وقفي، سوي لك مشروب لطيف، لوني شوية، خذي نفس عميق، كثير راح يفرق معك. تذكروا أنكم تحافظون على صحتكم، على أعصابكم، تكونوا مروقين أكثر الوقت. مرة أحبكم، شكرا على دعمكم، أشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله، مع السلامة.